ارتعضت وارتعض الجميع وكل محامي مهني محترم. ارتعض لما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من إهانة للرمز وإهانة للمحامين كافة على مستوى جمهورية مصر العربية. لابد أن يكون هناك نهاية لهذا الانتهاك اللامبرر. النهاردة فندم إذا كانت النقابة العامة تتولى مسألة التفاوض للوصول إلى قرار مرضي للجمعيات العمومية، ما هو الداعي وما هو المبرر أن تكون هناك مهاجمة؟ المهاجمة ليست لشخص النقيب العام، لأنه لابد أن يكون هناك احتراماً لمهنة المحاماة. أنا شخصياً شبكت، ومن سوء حظي أنني كنت في نهاية العصر الذي قيل عنه أنه عصراً زاخراً لنقابة المحامين، ثم بدأت الأمور رويداً رويداً في انهيار قيمة المحاماة، إلى أن وصلنا اليوم أننا لا نحترم من الجهات الأخرى. ما هو سبب عدم الاحترام؟ من أعمالنا في أنفسنا، لأن احنا حضرتك المهنة الوحيدة التي تعرض مشاكلها على وسائل التواصل الاجتماعي. كلنا كمحامين، أي حد عايز يغلط في حد يطلع على وسيلة التواصل الاجتماعي، النقيب فلان عمل كذا، النقيب العام عمل كذا، حتى لو كان ذلك بالغش وبالخداع ده بيأثر علينا كلنا كمجموع. لذلك سيادة النقيب، حتى لا يقال أن هناك استرسال في الحديث، أول ما ينبغي اتخاذه تفعيل مدونة السلوك التي نادينا بها من أول الاجتماعات، أن تفعل مدونة السلوك المهني. ولذلك نحن ننادي سعادتك أولا قبل أن نخوض في جدول الأعمال أو في اللجان أو ما إلى ذلك، أول بند لابد أن يحدث قرر سعادتك من مجلس النقابة ثم تعرض على الجمعية العمومية. هتبقى خطوة خطوة، بس على الأقل الناس اللي بتستبيح مسألة الإهانة عمال على بطال تشعر أن هناك اتجاه لمسألة المحاسبة، لأنه من أمن العقاب أساء الأدب. نتمنى في الفترة يا فندم اللي فضلة القادمة أن يكون هناك توحد، وأن يجتمع مجلس النقابة العامة على قلب رجل واحد خلف السيد النقيب العام. ليه؟ لأن مجلس النقابة العامة هو النبراس للنقابات الفرعية، هو النبراس للجمعيات العمومية. لما نجد حضرتك ونستشعر، ومش أنا بتكلم عن نفسي كنقيب، أنا بتكلم كمحامي مهني كفرد في جمعية عمومية لنقابة محامين مصر، لما أجد أن هناك تنازع سواء لأهداف أو لأسباب، هذا بيضعف الكيان كله، وبالتالي بيستطيل الأثر لكافة الجمعيات العمومية في كافة النقابات الفرعية. لابد أن تتحد النقابة العامة ومجلس النقابة العامة، وسعادتك تسعى جاهدا، وأنا واثق إن سعادتك بتسعى جاهدا، أن يتم اللملمة ويتم توزيع العمل، وأن يلتحم الجميع في بوتقة العمل لصالح المحامين. لأن إذا استشعرت الجمعية العمومية أن هناك عمل جماعي من أجل مصلحة المحامين، هيبقى في احترام لنقابة المحامين، مش هيبقى مننا احنا بس، كافة الجهات الأخرى هتحترم نقابة المحامين وهتحترم المحامين.